اهلا بالمشاهدين، وايضا نذكركم مشاهدينا ان كل حاب يتفاعل مع مواضيعنا عبر صفحاتنا في السوشيال ميديا، واكيد يقدر يتابعنا من خلال شاهد اذا فاتك شيء. طبعا من خلال شاهد تقدر تتابعنا بطريقه مباشره او من خلال الحلقات المسجله. الان شيف علي ما شاء الله يعني بستان من المقادير. ما شاء الله رائع. طويله بدها وقت. احنا ان شاء الله نعطيك الوقت الكافي. تسلم. فخبرنا من وين نبدا؟ بلش اول شيء بسلق اللحم. ايوه، فانا بحب بس اسلق اللحم بهي الوصفه اني رح نحكي المقادير احنا عم نطبخ، لانه المقادير طوال. يلا ماشي شويه كركم بنحطه بالمي بس. ايوه هذا لما نجي نسلق. ها نسلق اللحم. حلو. بننزل قطعه اللحم. حلو. نخليها دقيقه بالمي بس لحتى تطلع زفرتها. كثير بيسالوني انه بس غير اول مره المي هل بتغير طعمه اللحمه؟ اكيد لا، لان اللحم لا يطلع طعمته بده اقل شيء ساعه ونص. حلو. فنحن بدقيقه وحده ان شاء الله بنبلش. ممتاز. عندي مي ثانيه عم تغلي. الكركم يعني هذه اول مره انا اشوف صراحه انه نغلي مع الكركم بالبدايه. بس ليطلع الزفر كذا. منو اللي بيغسلوه بالكركم؟ انا فضلت اغلي بالكركم. ممتاز. عندي هون البصل. ايوه اوريدي بلش يتكرمل. هذا بدون زيت. بدون زيت بس بصل. هذا الكشنه. الكشنه بحطها بالمقلايه وضل قليها، وانا عم قليها بزيد لها شوي 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 مي لتوصل معي لهذا الكرمل. كرمل هيك. نعم. هلا هو جاهز، فنحن ما رح نكمل هاي الطريقه. ممتاز. بنحط عليه شويه زيت بس. حلو. بس يتكرمل نحط الزيت. ايه بس يتكرمل بنحط الزيت. حبيت الفكره هذه. تمام. ومننزل البهارات. البهارات هن عباره عن كمون، كزبره، لومي مطحون، قلب اللومي بدون البزر، وعندنا الهيل، وعندنا بهارات البزار العربي، وعندنا شويه كركم بنحطهم عليه. يا سلام. نعطيه انت الي صغيره بس. وبرجع بنحط عندنا حمص سلقناه، في ممكن يستخدموا هذا الحمص الصغير وممكن مجروش الحمص العادي او المفلوق يسموه. يعني المفلوق هيدا اي حمص بيمشي فيها. حلو. اورايت. يحل الحمص طبعا. هذا يعني الحشو هذا هو السر كله، بس يكون مسلوق ومستوي وجاهز. اي مستوي اكيد. نعم. وشويه زبيب نقعته ماء الورد. حلو. اوكي. كمان ليش بكاتب موية ورد؟ هيك بعطيه طعمي طيب حلو مثل الورد مع الرز. خاصة أني أنا ناقع زعفران لحطه مع الرز كرمال مية الورد. لا اليوم غدانا اليوم إن شاء الله رح يكون ستنائية. حلو. الملح. ممتاز. شيف خذ نفس ارتاح. لا شيف يعني يطبخ من قلبه. أمر شو تبي؟ ملح حية. وين حط ملح حبيبي؟ وين حط هون شوية ملح. شوية ملح. شوية بس 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 يهاني عشان الرز الردي. تمام. جهزنا المية اللحم. من مية اللحم؟ ايه. اوكي. حلو. جهزناها. طبعا الرز بمية اللحم يفرق كثير. طبعا بيطلع اطيب احلى. وعندي هذا الرز نقعته حوالي الساعة ونص. ساعة ونص. ايه الرز بسمتي. طبعا الناس كثير عندهم فكرة انه الرز يتكسر لما تنقع زيادة، بس هو يطلع احلى، تطلع حبتها اطول. ما عاد بيتكسر، ما عاد بيتكسر، بصير يتحمل طبخ منيح. في ناس بينقعوا 12 ساعة ما شاء الله بيرجعوا يطبخوه. بس شيف لما ننقع ما يحتاج انه مثلا نخليه على النار اكثر او ما نكثر مويته؟ بدك تقلل شوي المي. بس مثلا هذا الرز انا نقعته ساعة ونص تقريبا. بياخذ حوالي الكوب كبيتين. حلو. حسب نوعية الرز كمان. عندي هون المي تبعت الرز. هذه نوخرها. هذه خلصنا. خلصنا خلاص. الحشو جاهز هلا. بدنا شوي المي ليغلي بس، نرجع ننزل فيه الرز. هلا اللحم هيدا بكفيه هيك، يعتبر فار. شايف انت بالعاده ما تحب احد معك بالمطبخ ها؟ بالبيت بالشغل؟ ايه بالشغل. لا الا المساعدين. المساعدين بس. بننزل مي نظيفه. ايوه. وبنحط عليه البهارات الصحيحه اللي هي لومي، حار، كزبرة. سلام. شو بدنا؟ وهي الأكيد. حلو. اللي هو أساس المطبخ الخليجي. وعندنا هاي الكرات، كرفس، جزر، ثوم وبصل. حلو. هذه كمان تزيد نكهة. بتزيد نكهة أكيد. ونخليه يغلي ساعة، ساعتين، ثلاث ساعات حسب. تقول إنه اللحم ما يعطي النكهة إلا بعد ساعة ونص. ساعة ونص. فا
فهذا بده ساعتين ونص تقريبا ليكون جاهز. ممتاز. بعد الساعتين ونص بكون عندنا هذا اللحم. ما شاء الله ما شاء الله. جاهز ومستوي لنبلش فيه شغلنا. يا سلام. يا سلام. مستوي وجاهز. حلو. حلو حلو. تحب تجرب؟ لا يعني نشوف الاستواء وال... يا سلام يا سلام. واللحم بس نخليه على النار بس يستوي، لازم يضل عليه شوية مي لإلا حتى ما ينشف معنا. حلو. وهي المي خلاص منكبها. تمام. هلا الرز. أتوقعت بتغسل، قلت لا من لا يعني من نزل الرز. هو الشيف يعني لما يكون يطبخ فيحب إنه بسرعة يروح لازم يرجع الأشياء مكانها، يعني أنا قاعد أحس فيك. هيدا الرز هلا بنخليه بس يغلي وينزل منغطيه منسكره حوالي المي كافي هذا ولا زيادة؟ المي كافي، المي كافي هذا عياره شوي. مو زيادة شوي؟ لا 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 عياره هذا بس يصير عندنا يدخل بيوتها مثل بيقولوا يدخل بيوتها. نعم. منغطيه نحط عليه شوية من الكشنة على الجنب وبنرجع من آخر شيء بننزل عليه مية الزعفران اللي نعناها بالورد. حلو. احنا رح نرجع لك هذه المرحلة نشوف. ايه ان شاء الله هذه رح نرجع لها نشوف هذه المرحلة. هلا هذه اللي خلصنا تقريبا. هلا عندنا هي المرحلة، هي التويست صغيرة انا سويتها. باذنجان قليته. ايوه. رح احشيه من شوي من هاي الحشوة. حلو. فهيدي هيك بيلبق كثير مع بعض، خاصة اللحم مع الحشو مع الباذنجان. نعم. طعم كتير طيبة. هو صراحة الباذنجان أو البطاطس إذا قليتها حطيتها بعد مع الكشنة من فوق يطلع مرة لذيذ. فأنا ما حبيت أحطها هيك مكعبات، حبيت أقدمها بطريقة، أخذت طريقة شيخ المحشي اللي هي من بلاد الشام. وقلت بنحطها على وجه الرز فبتطلع على شكلها حلو. طيب احنا معزومين اليوم على الغداء يا شيخ. إيه أكيد اليوم. ناكل غداء هنا وناكل غداء برا. لا لازم تاكلوا عنا. خلص. أكيد. وبعدين شيف علي ما شاء الله لما يسوي وصفه عندنا مشاهدينا يسوي كميه كبيره لكل الزملاء، يعني ممتاز. لازم نذوق الشباب. ما تقصر ما تقصر. عندنا لحم من ال قصدي سوري ميه اللحم، بنحط عليها شوي من صلصه طماطم مطحونه، بنحط عليها شويه معجون البابريكا. حلو. هو الفلفل. ايه هذا معجون البابريكا. ايه معجون البابريكا. ونحط عليها شوي من معجون الطماطم. يا سلام. هذا الوسك بدنا اكيد الملح. وينه هذا الملح اليوم؟ انا نسيت احط الملح صراحه. ما راح كتر ملح لانه اوريدي ملحة عد اللحمه الرز. سلام. يا سلام يا سلام. وبنرجع بنحط عليهم بنحطها عليها هذا الفرن يعني. ايه حلو. وبندخله على الفرن حوالي نص ساعة ليتسبك منيح. حلو. وبيكون جاهز ليروح على وجه اللحم. الله راضي. ممتاز ممتاز ما شاء الله. والله الشيف علي مجهز امورك. اي اكيد طبخة طويلة هاي بدها تقريبا ثلاث ساعات اربع ساعات فنحن إيه. نعملها حاول نعملها بعشر دقائق. ما تقصر والله ما تقصر. وان شاء الله بنرجع لها هلا بعد شوي المرحلة الثانية. بدنا نحمر اللحم نعمله خلطته. أيوة. على الدقيقتين بعد الدقيقتين الله رد بالتسكير. ممتاز. ونصب الرز. هاي طبختنا لليوم ان شاء الله. شكرا يا شيف روعة وعجبني. الف عافية. الله يعافيك. عجبتني التفاصيل يعني حلوة. حبيت الباذنجان هذه طبعا انا نفس الحشوة احب اسويها كثير بس الباقي يعني في افكار راح جديدة. اطبقها بإذن طيب الله. طيب مع كل شيء هاي الحشوة فعلا كثير حلوة خصوصا مع الرز رائعة رائعة نكهة رائعة. وقاعدة اشوف فيه مكسرات كمان بنضيفها طبعا. هذه شيء على الوجه هذه زينة. وهذا الحر قليناه نحطه على الزينة. وهذا الحر الاخضر ايه. اهم شيء نحطه هون مع الرز. أيوة. يعطينا طعم كمان حلو رائع. خلاص احنا ان شاء الله بنرجع باذن الله ونشوف باقي التفاصيل ونشوف الباذنجان بعد ما يطلع والرز بعد ما يستوي. نروح لشيف علي. علي ما شاء الله يعني واضح الموضوع عندك يعني كبير. والله الموضوع كبير الموضوع خطير. خلصنا الباذنجان جاهز. ايه وهلا بدنا نحط الخلطة. ايوه لنحمر اللحم. هيدي الخلطة عبارة عن معجون طماطم. نعم. طماطم مطحونة. سمنة زيت زيتون هيل. معجون الفليفلة. ايوه بابريكا باودر وشوية عسل.
يا سلام. حلو. وشوية بزار عربي. العسل علشان اللون يعني ولا؟ بيعطي طعمة حلوة، بيعادل الأسيديتي اللي بالطماطم. أيوة. الحموضة. وبيساعد على اللون. ممتاز. نخلطهم. منيح. بس ما شاء الله هي يعني من السلق صار لونها أحمر. لأنه شوية هذا الكركم فرع. أول شيء إذا بتلاحظ أيوة. اللي حطيناه بيعطي هذا اللون شوي. وبنحط على اللحم. حلو. لازم نحط شوية مي بالصينية لما ينشف معنا اللحم ويصير ناشف وما عاد يصير حلو يخسر الليونة اللي كسبناها. والفرع على درجة حرارة 220 مندخلها حوالي 10 دقائق. يعني مو كثير بس مسألة تحمير يعني. ايه ما يطول. عاد هذا ملعب إذا اللحم والرز. وخلينا نفرجيهم على الرز. أيوة. أنا الرز بحب أحط له بالبيت شقفة بيضة. وبغطي على الطنجره بيعمل مثل ضغط بيخلي البخار جوا. فعلا. وهذا الرز جاهز. الله. حطينا عليه الزعفران هون والكشنه هون. حلو. هلا بنشيل الكشنه بنصب من بنشيل الرز بنحطه بنرجع نحط عليه الكشنه والباذنجان واللحم. يعني رح نشوف الشكل النهائي ان شاء الله. اكيد ان الله راد. صراحه ابداع. ابداع. يعني ابداع. شيء مره حلو. واكيد احنا في الانتظار. ما ذكرك ايام كنت صغير كذا الغداء البيت والله يعني لا يعني ما ذكرني في شيء ولكن يعني هذه ممارسه شبه يوميه يعني ايه شبه يوميه بس يعني انا اتذكر يعني المنظر هذا الكشنه وذا كنت اجي من مدرسه ايه لازم اروح على طول عاد انا كنت مره احب بطني فكنت اركض المطبخ افتح القدر اشوف الرز والكشنه والاشياء ذي وبعدين اروح اغير واتغدى تطمنين على اطمن على نفسي